سلام البنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ مرحبا بكم في لانا كويزين. اهلا وسهلا. شكنا عسى ليلى، تقولي السلام. سلام البنات. شنو غادي نديروا اليوم؟ واحد الاكله ساندويتش سريعه، سريعه غير الدراري باش الغداء، يتغداو. ساندويتش المدرسه. هي شنو غنديروا فيها؟ عندنا لي طوست، البيض، فرماج كاري، ولا بغي يزيد الطون، ولا عندهم صوبه تاع الدجاج، ولا هذا كنزيدو. حنا نديرو بخفاف، غنديرو دابا غير البيض والفرماج والطوست. صافي صافي، اوكي. بزار الملحه وزيت العود بطبيعه الحال. تديرو شويه الزبده تسخن باش نحمرو فيها لي طوست هما الاولين. عندك ساعه؟ هو كاين اللي كيديرهم بلا ما تحمر الزبده، زعما بلا ما تحمر بزاف كيبقاو جايين، كيعجبوني شويه محمرين هكاك. دونك الا بغيتي غير دوزيهم في الزبده، دوزيهم في البيض، تحطهم في البيض وطويهم. دابا حنا الاول شنو غيديروا؟ دابا تلفتيني ليلى. دابا حنا نحمرهم شويه في الزبده، نحمرهم شويه في الدود. هكاك، اوكي. نحمرهم شويه هكايا في الزبده، ياخذوا شويه الماء. مزيان هادي، مزيان نختار ماما خاصة على بلاستيك. دغيا كيتحمرو، دغيا كيتحمر. منحاولوش نحرقوهم، نحرقو الزبدة، غيتحمرو شوية صافي. طبينا واحد الطباسة صغيرة ديري هنا ولا حطيت تما تنسال. دابا كيتحمر، دابا نهزوهم تنديرو البيض. شتيهم تحمرو شويه، شتي؟ يلا دابا شنو غادي ندير؟ المقله باش ما تحرقش الزبده، نديرو جوج بيضات، نديرو شويه البزار، شويه الملح. كتكب الملح ملي كتكون باقا جديده، ما كتخرج بزاف، كتخرج فاسده. بغيتي نزيد اخرى لا، ولا كيخسروا زيت العود؟ زيت العود احسن. خاص المقلاة تكون ما تلصقش. هذيك ما خدينا غير من بيم دا، صدقات مزيانه. نرجعو دوك لي طاست هنايا، نديرو بنات في الفرماج. كتقلي لي هذيك؟ لا ماشي مشكل. ستات صدقات، تنعاود واحد اخر ان شاء الله باش يجيو قادين. داك الشيء خاص يكون عندك سيميتري. ما تكونش العافيه مجهده باش ما تحرق البيض، باش ما تحرقش البيض طبعا على خاطرها. اما راه نقص لك شويه ليلى البصله. صافي مزيان هكا، مزيان. بس تستعملي هذه باش تقلبي ولا ما تقلقش لك؟ لا خاصني شي حاجه كبيره باش نقلب. عطيني ديك الغطا. قلبتها، قلبناها. خصنا نزربو شويه باش ما يتحركش داك الشيء. نديرو الفرماج، نرجعو الحواشي تاع البيض.
باش نشد الكانيش كتزلق. صافي وإلا ما كانش محمر نخليه شويه يتحمر. وديك الساعه اللي بغيت يزيد شي حاجه يزيد انا بغيت يزيد كاشير بغيت يزيد تاع الدجاج مركز اوكي البصله طون اكل البيضو فالماش كيجي ساهل زوين زعما الا كل واحد عنده داكشي بغا يديرو يديرو صافي نحيدو نديرو وحده اخرى ثاني دابا حنا صابنا جوج نزيدو الاخرى ولا صافي بارك نزيدو معكم وحده اخرى ما فيهاش شي حاجه فيها البيض فيها شويه النشويات زي الخبز لا شويه الفرماج حاولي تبينها شويه ليلى قبيله ما بانتش يلا باي صافي هكا ما كندير والو قصد وكندوي عاوتاني علاش كتزلق هادي ولا كتزلق دابا نقدموه في الطبسيط هادي اكله صحيه ليلى ياك زعما واحد غادي يقدني علاش ما نقدكش ها علاش ما نقدكش لا لا خصني جوج نجيبو شويه البصلات هي بالنسبه للزيت اللي بغا يدير شي حاجه يديرها ياك الزيتون ايه الزيتون ديالك ليلى هو جات وقته صافي كان شويه باش نزوقو صافي اللي كيبغي الزيتون كحل نقطعهم بحال هكا ونحطهم بقربي شويه ليلى ساندويتش مع سلطه صحه وراحه